ما هو مثلث التنين؟ يعرف مثلث التنين بأسماء عديدة توحي بخطورته وغموضه، إذ يطلق عليه اسم بحر الشيطان، وذلك لأن الإنسان اعتاد في عهده القديم أن ينسب أي خطر مجهول السبب إلى الشيطان الذي يعد العدو الأول للإنسان، كما أنه يعرف باسم مثلث برمودا الهادي أو مثلث فورموزا. أما بالنسبة لاسم مثلث التنين فهو أقدم اسم أطلق عليه على الإطلاق، نظرا لاعتقاد البحارة بوجود تنين في قاعه يخرج لمهاجمة القوارب والسفن ثم يأخذها معه إلى قاع المحيط، وفي هذا الفيديو سنعرفكم عليه أكثر. يعرف مثلث التنين بأنه امتداد مائي كبير يقع في المحيط الهادئ قرب الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة مياكي اليابانية، وبالتحديد في منطقة تسمى حلقة النار، وهي منطقة تمتد من السواحل الغربية للأمريكيتين مرورا بألاسكا نحو الساحل الشرقي لآسيا، متجهة جنوبا نحو إندونيسيا، كما ويبعد عن جنوب طوكيو حوالي 100 كيلومتر، أي أنه يقع بين تايوان وهونغ كونغ واليابان والفلبين. ولا بد من الإشارة إلى أن ضلعه الأكبر يمتد من جزيرة يوكوهاما اليابانية شمالا إلى جزيرة غوام الفلبينية جنوبا مرورا بجزيرة أويوجيما، في حين أن ضلعه الأصغر يمتد من جزيرة غوام جنوبا إلى مجموعة جزر تعرف باسم جزر ماريانا شمالا، أما ضلعه الثالث فيمتد من جزر ماريانا جنوبا نحو جزيرة يوكوهاما شمالا. تعتبر منطقة مثلث التنين أخطر منطقة في العالم، علما أن هذا الخطر يرجع إليه إلى آلاف السنين، حيث تشير وثائق قديمة سجلت في مملكة سانغويوان الصينية القديمة إلى خطورته، إذ ورد في الأساطير القديمة أن التنين يعيش في قصر تحت جزيرة تقع في مقاطعة كيانغسو يخرج لمهاجمة السفن المارة في تلك المنطقة. ولا بد من الإشارة إلى أنه يتميز بنشاطه الزلزالي القوي الذي يضرب قاعه، الأمر الذي ينعكس على حركة المياه فتبدو متوترة وغاضبة ومخيفة. من أشهر الحوادث الغريبة التي حدثت في المثلث غرق السفينة اليابانية البحرية غويتا، إذ عثر عليها على بعد 500 ميل من مكان غرقها. غرقت السفينة الإنجليزية ألغونار، إذ عثر عليها على بعد 2000 ميل من مكان غرقها. تعرضت الطائرة الحربية المقلعة من مطار سان دييغو في الولايات المتحدة إلى ظروف قاسية أدت لانقطاع التواصل المفاجئ بين طاقمها والقاعدة الجوية، وعادت إلى المطار وكان كل من فيها متوفيا بسبب إصابتهم بتلوث شديد في الجلد وثقوب في الصدر، علما أنه انبعثت من داخل الطائرة رائحة كبريتية عفنة لم يعرف مصدرها. اختفاء ناقلة النفط اليابانية الضخمة المعروفة باسم كايومارو رقم 5، والتي كانت تحتوي على 150 طنا من البترول، ولم يتم العثور عليها أو على طاقمها، وكل ما وجد من أثرها هو 5 براميل فارغة من البترول، والغريب في الأمر أنه لم يظهر أي أثر للبترول على سطح الماء. اختفاء طائرة رئيس الفلبين رامون ماجاي التي كانت تقل 24 راكبا، اختفى أثرهم جميعا. انشطار السفينة الليبيرية صوفيا باباس إلى نصفين، ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الانشطار المفاجئ. اختفاء طائرة كاوازاكي المزودة بأحدث أجهزة الإنذار بشكل مفاجئ ودون أن تبعث بأي رسالة استغاثة قبل اختفائها. وأخيرا اختفاء سفينة ماسغوسار بعد أن تمت محاصرتها بموجات مثلثة الشكل حيث اندلعت فيها النيران، علما أنها لا تحمل على متنها أي مواد قابلة للاشتعال.